السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة ده الجزء الثاني من سلسلة مصطلحات هامة في عالم البرمجة لازم تكون عارفها، سواء أنت مبرمج مبتدئ أو مبرمج بقالك خبرة في المجال. 45 مصطلح برمجي، آسف، يعني مصطلح برمجي مع شرحهم. طبعا زي ما اتكلمنا في الجزء الأولاني، النهاردة هنكمل تاني 10 مصطلحات. زي ما احنا قلنا انا قسمتهم، عشان يعني لما جيت اسجل الفيديو الاولاني لقيته وصل ربع ساعه في اول 10 مصطلحات، وانا بصراحه عايز ان انا اشرح كل مصطلح بشكل يعني متعمق عشان يوصل بشكل بسيط وسهل لكل الناس. معاكم مصطفى سعدي، تكنيكال ليد وخبره اكتر من 10 سنين في مجال السوفت وير انجينيرنج والبرمجه عموما، وعندي اكتر من تطبيق منشورين واكتر من موقع، هتلاقيهم على الموقع الرسمي بتاعي هو سعدي دوت كوم زي ما انتم شايفين كده. فيلا بينا نبدا الفيديو على طول. طيب دول كانوا اول 10 مصطلحات، حتى نسيبهم بالشرح اللي احنا شرحناهم. ال10 مصطلحات الجداد بقى بتوعنا هم عباره عن المصطلحات اللي انتم شايفينهم قدام عينيكم دي. وانا برضو واجب ان انا انبه ان انا المصطلحات دي وانا بكتبها بصراحه كنت بكتبها بشكل عشوائي، لان طبعا صعب جدا ان انا انظمها وانسقها، لان مفيش يعني اساس معين انسقها بناء عليه او ارتبها بناء عليه. فيلا بينا نخش على طول. طيب الكلاس، اول مصطلح في 10 الجداد هو الكلاس، وده معناه التصنيف او الفئه. وبصراحه ده يعني معناه او ترجمته العربيه ده مش ترجمه بصراحه يعني مهمه قوي بالنسبه لنا، لان هو في عالم البرمجه بيمثل حاجه تانية خالص. انت عشان تعرف اي انتيتي او اي اوبجكت، لو انت فاكر احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن اوبجكت اورينتد وعن الاوبجكتس، وقلت لك روح شوف الفيديو بتاع الاوبجكت اورينتد، يا رب تكون شفته هتبقى فاهم انا بتكلم عن ايه. اي انتيتي او اوبجكت احنا بنمثلها في البرمجه عن طريق الكلاس، او انا اسف انا بقول لك كلاس يعني، ولكن عن طريق الكلاس يعني، تمام، اللي هو ان انت بتعمل توصيف للحاجه اللي انت بتعملها. زي ما كنا قلنا قبل كده ان انت عندك الكات، فانت عايز توصف الكات دي ان هي ليها خصائص معينه، ان هي مثلا بتمياو مثلا، ليها لون معين، لون جسمها، لون ديلها، خصائص معينة، لون عينيها، الكلام ده كله. الحاجات دي كلها عشان توصفها بتوصفها عن طريق ان انت بتمبلمنتها او بتكتبها في الكلاس بتاعك. طيب عشان تفهم الكلاس اكتر لازم تراجع الاو او بي فيديو، الفيديو بتاع الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، او البرمجه كائنيه التوجه، او برمجه شيئيه التوجه زي ما الناس بتسميها. طيب تاني مصطلح وهو الكود، كود يعني مش محتاجه شرح. الكود بتاعنا هو عباره عن سلسله الاوامر بقى كلها، سواء كان برنامج او الجوريزم او فانكشن او كلاس، حتى الكود ده كود عموما، كل الكود بتاعك، تمام. طيب عندنا حاجه تانية، مصطلح تاني واسمه سي ال اي، ده انت هتتعامل معاه كتير جدا لو انت بتتعامل معاه يعني الويب او الفريم وركس بتاعت اليو اي عموما زي الرياكت والانجلر والحاجات دي، لازم تستخدم سي ال اي، سواء السي ال اي بتاع النود او السي ال اي بتاع انجلر مثلا. طيب ايه السي ال اي ده؟ هو ده اختصار لكوماند لاين انترفيس. ايه كوماند لاين انترفيس ده؟ لو ترجمناها هي واجهه سطر الاوامر، وهي عباره عن حاجه بتحملها عندك على الجهاز، بيبقى موجود فيها مجموعه من الاوامر بتسهل عليك انشاء او عمل وظائف ممكن تقعد تتعب وانت بتعملها. يعني مثلا في الانجلر اللي هي يو اي، اللي هي يعني حاجه انا برضو مش عايز اقول مصطلحات كبيره، اللي هي حاجه بنكتب بيها كده الويب، يعني المواقع بتاعتنا، بس بحاجه بطريقه سهله، يعني هي عباره عن فريم ورك او يعني منصه عمل. طيب دي عندها سي ال اي، بتخلينا ان انت بدل ما تقعد تضيف، لو انت عايز تضيف كلاس جديد زي ما قلنا فوق، لو انت رجعت الاوبجكت اورينتد بروجرامنج فيديو هتلاقي ان انت عشان تكريت كلاس لازم تروح تكريت فايل كلاس. وطبعا في الانجلر، عشان انجلر مبنيه على تايب سكريبت، فهي ليها طريقه معينه ونظام معين. انت بعد ما تكريت كلاس بتروح تعرفه في الاب موديول وتتاكد ان انت ايه عامل له بوت سترابنج. طيب بدل ما تقعد بقى شفت الكلام اللي قلته ده كله، انت بتعمله بسطر معين، تقول له انجلر او ان جي داش سي واسم الكومبوننت، وهو بيتصرف بيكريت لك اسم الكومبوننت الفايل نفسه وبيعمله، وانت بتبدا تخش تكتب فيه الكود بتاعك. فالسي ال اي دي هي عباره عن واجهه اوامر خاصه بكل فريم ورك او كل يعني
حاجة في البرمجة، عايز ألاقي كلمات بس يعني تكون واضحة للجميع، لكل فريم ورك في البرمجة أو لكل لغة برمجة، بتسهل عليك عمل أشياء معينة عن طريق أنت بتعملها عن طريق أمر واحد. طيب كومبايليشن أو التجميع، طبعا كومبايليشن دي يعني في مادة كده درسناها في الكلية اسمها كومبايلرز أصلا، فأنا بصراحة شايف إن أنا لو شرحت الكلمة بتفصيل بصراحة مستحيل أقدر أشرح كل المعنى بتاع الكلمة، ولكن كومبايليشن دي أنت عشان تبقى فاهم الموضوع، أنت دلوقتي بتكتب الكود بتاعك بأي لغة ما، تعال نخش صفحة بيضاء كده، بتكتب مثلا الكود بتاعك بالجافا سكريبت مثلا، يعني كل اللي انا اقوله ده مثلا فقط عشان بس نفهم الموضوع، انت كتبت الكود بتاعك بالجافا سكريبت، وعذرا عشان الخط، الكود بتاعك ده الكمبيوتر مش بيفهمه اصلا، الكمبيوتر مش بيفهم ولا جافا سكريبت ولا سي شارب ولا الكلام ده كله، بيفهم اللغه اللي هي 0 1، وبقى بتقعد تكون بقى جمل من 0 1 عشان يفهمها. فاللي بيحصل ان الكود بتاعك ده بيعدي على حاجه اسمها كومبايلر في الاول، الكومبايلر ده هدفه ان هو يجمع الكود بتاعك ويكون منه مجموعة من الأوامر اللي لسه برضه الكمبيوتر مش هيقدر يفهمها، ويطلع منها الأخطاء. يعني الكمبيوتر ده إيه وظيفته؟ بيطلع الأخطاء وبيتأكد إن الكود بتاعك ده منظم وشغال، وإن مفيش حاجة ناقصة فيه، مفيش سيمي كولون ناقص، على مستوى السينتكس بيتأكد إن كل حاجة تمام، وبعد كده بيبدأ يجمعه مع بعضه، وبعد كده يبعته لحاجة اسمها اللي هي البايت كود كونفرتر، او اللي هي بتحول الموضوع الكود بتاعك ل 0 و1. فالكومبايلر ده هدفه في النهايه ان هو يحول الكود اللي انت بتكتبه ويجمعه وينظمه ويتاكد ما فيهوش اخطاء عشان يقدر يبعته للايه بقى؟ الاسمبلر اللي بيبدا يحط الكود بتاعك في شكل 0 و1. طيب هتقولي ايه الهبل ده؟ طب ما انا ممكن احول الجافا سكريبت على الاسمبلر على طول، ايه فايدة اطلع اخطاء؟ ما انا بكتب كود ما فيهوش اخطاء، وبعدين ايه المشكله؟ ما الكمبيوتر هيقدر يتدارك الاخطاء. اقول لك لا، ما انت لو بعت للكمبيوتر 0 1 الاخطاء الكمبيوتر مش هيقدر يتدارك الاخطاء. يعني انت مثلا قسمت على 0 والكمباير ما خدش باله من القصه دي، وديتها على السمبل على طول، هتلاقي السي بي يو فرقع، عملت مثلا لوب معينه بقت ما لا نهايه، مش حاطط لها كونديشن ان هي تقف فيه، فالكود هيفضل عمال بيعد الى ما لا نهايه، فهتلاقي السي بي يو بتاعك ولع. فهدف الكومبايلر ان هو بيجمع الكود بتاعك ويتاكد ان هو ما فيهوش اخطاء. ده ببساطه شديده جدا، وبصراحه مش عايز اخش في التفاصيل لان الموضوع كبير جدا، لو انت مهتم ان انت تفهمه هو موضوع اكاديمي بحت، مش هيبقى مهم بالنسبه لك انت في حاجه وانت بتكتب كود، بس لو انت عايز تفهمه ممكن تسيرش على ماده الكومبايلرز او تختار كتاب في ماده الكومبايلرز، وممكن ابقى احط لكم انا يعني حاجه بتتكلم عن الكومبايلرز في صندوق الوصف. ممكن ان شاء الله ممكن نعمل فيديو لو حد مهتم، بس اكتبوا لي في الكومنتات. طيب المصطلح رقم 15 وهو الكونديشنالز او الكونديشنز، ودي عفوا ودي ترجمتها العبارات الشرطيه، ودي يعني بتمثل من الاخر كده انت في البرمجه عايز تقول للكمبيوتر لو حصل كذا اعمل كذا، لو ما حصلش كده اعمل كذا، طيب لو ما حصلش اي حاجه من اللي انا قلت لك عليهم اعمل كذا. فدي بنمثلها في البرمجه عن طريق حاجه اسمها كونديشنالز او كونديشنالز ستيتمنت، ودي بتبقى بتمثل في اللي هي اف الس او الس اف، حتى برضو بدون خوض في تفاصيل عشان ما عملكوش صداع يعني. طيب دخلنا في مصطلحات تانية معلش. طيب دي كونديشنز. الكونستنس او الثوابت، هي من اسمها ثوابت، فالكونديشنز دي ببساطه هي عباره، أو اسف الكونستنس دي ببساطه هي عباره عن شويه حاجات انت بتعرفها في البرمجه هي غير قابله للتغيير. مثال، انت لو انت فاكر واحنا كنا بندرس ثانويه عامه في عندنا متغير، مش متغير اسف، ثابت اسمه باي، ثابت اسمه باي ده تقريبا 3.14 من 100، ده قيمته ما بتتغيرش خالص، يعني مش هينفع اقول لك لا هو باي ده في حته ب 3 وحته ثانيه ب 3.14 وحته ثانيه ب 3.5، مفيش كلام فاضي ده. فانت هتعرف ان انت عندك كونستانت في البرمجه، بتقول البرمجه انا عندي كونستانت عمره ما يتغير، حتى لو انا نسيته وغيرته ما تغيرهوش، طبعا هتطلع لك ايرور اسمه باي، ده بيساوي 3.14 مليون، فده معنى كلمة كونست. طيب عندنا حاجة كمان اسمها الداتا تايبس أو أنواع البيانات، ودي حاجة مهمة جدا، وإحنا بنيجي نشرح أي لغة برمجة بنعرف إيه أنواع البيانات اللي بتسبورتها أو بتدعمها هذه لغة البرمجة. يعني مثلا عندنا لغة زي لغة مثلا السي شارب،
بتدعم عندك الانتجرز، تمام، عندك السترنج اللي انت بتخزن فيها، الانتجرز دي بنخزن فيها ارقام صحيحه، السترنج دي بنخزن فيها جمل، الكاركتر زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ده بيتخزن فيه حروف، عندك الفلوت بيتخزن فيه ارقام فلوتنج بوينت، يعني ارقام يعني ارقام اللي هي بيبقى فيها فصل منقوطه دي يعني كسور يعني، وعندك في حاجه اسمها الدبل دي بتاخد انت يعني بتبقى تشيل جواها ارقام صحيحه وارقام غير صحيحه بس الرينج بتاعها بيبقى اعلى وهكذا. هل الحاجات دي كلها موجوده في اي لغه برمجه؟ لا، فدي اسمها داتا تايبس، يعني ايه انواع البيانات اللي بتدعمها هذه لغه البرمجه، وده معنى داتا تايبس. array معناها ببساطه شديده جدا مصفوفه، وطبعا المصفوفه بالنسبه لنا هي عباره عن يعني نقدر نقول كده توصيف للبيانات. انا مثلا عندي مجموعه من البيانات، البيانات دي مثلا مكونه من 0 1 2 مثلا، فبقدر اعملها في شكل array، بقول للبرمجه يا برمجه انا عندي array، يعني عندي مجموعه او مصفوفه من البيانات بتساوي، وبعديها بقى السينتكس بتاعها بالمنظر ده، ومعظم لغات البرمجه نفس السينتكس يعني. فده بيبقى شكلها، بيبقى جواها 0 1 2. طب هتقول لي طب ما احنا عندنا مصفوفات بتبقى اكتر من دايمنشن، يعني اكتر من مستوى، الناس اللي فاهمه في الرياضه بقى، يعني مثلا في مصفوفه بتلاقيها بالشكل 1 و2 و0 1 و2 و3، فبتبقى 2 دايمنشن، فدي اقدر اعملها في البرمجه عن طريق ان انا طبعا بعرف مصفوفه بس بشكل معين كده، بقول له ان هي بالمنظر ده مثلا كام في كام، كام صف في كام عمود، وابدا اقول له بقى الاري ايليمنت اوف 0 و1 بيساوي كذا، واوف 0 و0 بيساوي كذا. خلي بالك احنا بنعد في البرمجه بدايه من 0، انا بحاول برضو ما اخش في تفاصيل عشان ما نزهقش يعني، نفهم بس الموضوع بشكل عام عشان يعني يخش جوه دماغك. طيب عندنا حاجة تانية اسمها الديكلاريشن، الديكلاريشن ده هو إعلان المتغيرات، وده عبارة عن إن أنا مثلا بيكون عندي متغير، بقول مثلا المتغير ده اسمه مثلا var، يعني اختصار المتغير اكس بيساوي 6، فأنت كونك عرفت إن في متغير اسمه اكس ده اسمه ديكلاريشن، عرفت المتغير أو أعلنت إن في عندك متغير اسمه اكس، يعني أنت لو ما أعلنتش المتغير اللي اسمه اكس وجيت تستخدمه هيطلع لك طبعا مشكله، فده الديكلاريشن. لما حد يقول لك انت عملت ديكلاريشن للفاريبل يا باشمهندس، هتروح تشوف الديكلاريشن انت عملته فعلا ولا لا، اللي هو عرفت متغير اصلا ولا لا قبل ما تستخدمه. اخر حاجه معانا، مصطلح معانا في الحلقه دي في الجزء الثاني، وهو اكسبشن، وده حاجه مهمه جدا. ده اكسبشن ده عباره عن استثناء، او هو كلمه استثناء بصراحه مش معبره قوي يعني كترجمه حرفيه، ولكن اكسبشن عندنا في البرمجه هي عباره عن مشكله او خطا برمجي انت هندلته. يعني ايه هندلته؟ يعني خدت بالك منه، مش عايز يطلع الايرور ده للمستخدم، فبتعمل له اكسبشنال هاندلنج. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انت عندك بتاخد متغير من اليوزر نوعه انتجر، رقم صحيح، فاليوزر ده دخل الرقم ده مش انتجر، دخله فلوت، فانت بتعمل حاجه كده في البرمجه بتقول له انا هعمل اكسبشنال هاندلنج ان اليوزر حتى لو دخل الرقم ده فلوت ما تطلعلوش ايرور، لان انت لو ما عملتش الاكسبشن ده هيطلع له ايرور، ده الطبيعي هياخد من اليوزر قيمه فيها كسر ويحطها في الانتجر مش هيعرف، هتلاقيه ضرب في وشك. ف ودي طبعا تعتبر بج اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت. فببساطه انت بتقول له بالاكسبشن ده ان اليوزر حتى لو دخل رقم مش انتجر خلي بالك وطلع له ايرور، قول له ايه؟ قول له طلع له انت الايرور من غير ما تضرب الكود. في فرق ما بين انت تطلع ايرور انت بنفسك وان الكود نفسه يضرب ايرور، لو ضرب ايرور مش هيكمل، لكن انت لو طلعت الايرور انت تعرف تكمل البرنامج ويقدر يشتغل بطريقه سموز. فالاكسبشن هاندلنج داون او الاكسبشن ده ان انت بتحط استثناء لخطا ممكن يحصل من المستخدم، انت بتهندله بطريقه معينه بتقدر تتغلب عليه. فالراجل مثلا لو دخل فلوت بدل ما يضرب، لا انت بتاخد القيمه الفلوت دي او القيمه اللي فيها الكسر وتاخد منها الجزء الصحيح وتبدا تعمل بيه. ده باختصار كبير جدا، وعلى فكره موضوع اكسبشنال هاندلنج ده ممكن نتكلم عنه في حلقه منفصله. انا مش عارف ليه جات لي فكره دلوقتي ان احنا ممكن نمسك كل حاجه من دين اصلا نعمل عنها حلقه نتكلم عنها بشكل بقى ايه يعني معمق. فلو انتم مع الفكره دي يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات ونبدا على طول يعني نعمل الموضوع ده. وصلنا برضه سبحان الله 14 دقيقه وشويه، 15 دقيقه تقريبا، ربع ساعه نفس طول الحلقه اللي فاتت. كده احنا خلصنا، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجديد بالعشر مصطلحات الجديدة
لحد ما اشوفكم فيديو جديد. سوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان تصلكم كل الفيديوهات الجديده. سوش لو انتم سمعتوا على البودكاست تشتركوا في في الشانل بتاعت البودكاست عشان تصلكم كل البودكاستات الجديده بتاعتنا. لحد ما اشوفكم فيديو جديد، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.